التالي على طول عرضيه خطيره ممتازه. والله موجود بتتر فترة راحة، قاعد نترين على روحي، إن شاء الله بتتر نعتزل، بتتر نكمل عام آخر، مانيش عارف مازلت، إن شاء الله في الأيام القادمة معناها يوضح كل شيء إن شاء الله. من أنا صغير كنت نحلم أني نولي أنترونور، حتى كي كنت في الكلاس ساعات قبل وأنا صغير معناها ناخذ ورقه وستيلو نبدا نقيد في اللي جوار باش يلعبوا معايا تكتيك كيفاش معناها من قبل مليان صغير. عارف سي فوزي اني ديما نقيد وراه معناها في وديما يقول لي قيد ما تخلي حتى اونتريمون يفوتك، قيد كل شيء. دخلت في بوست ماشي بوست نتاعي اول مره نلعب فيها بيفو في رادس معناها ضد ليسبيرونس، ماهيش معناها ماهيش بوست سهله معناها ماكش تلعب اتاكون ولا اني يعني من متعود نلعب بوست نتاع واحد فكيك معناها يلزمك تعطي برشا انرجي غاديك. هبطت وما كانش عندي حتى خيار اخر اني نهبط وندافع على الفريق. صارت بلانتي بالفار انه هكا صار عليه هجوم انه عملها بالعاني معناها وصرنا نحكي انه عملها بالعاني باش يخلي الفريق الاخر شنو مصلحتي انه باش الفريق الاخر يربح معناها فهمتش. بعد 9 سنوات مع نفس الفريق فيها الباهي وفيها الخايب وفيها فيها كل شيء معناها اني باش نعمل بينالتي باش الترجي تربح ما فهمتش. جيت من الترجي الرياضي التونسي اللي فما ريفاليتي بيناتهم فما امور مشحونه معناها بين الجماهير ديما تقعد انه لاعب جاي من غادي تعرف وخويا كان يلعب غادي والوالد كان يلعب غا في الترجي دونك فما ديما احساس انه الجماهير هكا تحسهم هكا متردد زعما معانا زعما مش معانا عرفتك مش فاهمين رواحهم فهمت شنو نقول ليه معناها انا نقول راني ديما نقولها ونعاودها راني انا ديما نقعد ولد الملعب التونسي تربيت في الملعب التونسي عشت في الملعب التونسي ترعرعت غاديكا. في الكوب دافريكا 2016 مع فوزي كنا صغار معناها نلعبوا على تيتر لعبنا ضد الزمالك لعبنا ضد الترجي لعبنا ضد الفريق الجنوب الافريقي لعب اورلاندو بيراتس كانت الكاليفيكاسيون الاولانيه كانت صعيبه برشا تنساش في معناها بعد الدو ماتش تاع في الليبول الاولانيين يخرج لك بغداد بونجاح من اقوى المهاجمين تعدوا على النجم قعدنا بالمهاجم البرازيلي معناها تخلف في امبيونس جديده وفي واحد جديد تعبنا برشا خدمنا ياسر على لي تروا تيتر الشامبيونا والكوب والكوب دافريك مي بالحق تعبنا ياسر خاطر خدمنا بالقدا بالقدا معناها تخدمنا فوق الخدمه مع فوزي وقت كلوب مش خايبه الترجي تتصلح النجم الرياضي الساحلي الفكر اكثر في الشامبيونز ليغ ستاتونيزيان ماشيه وصاعده تنجم تباغت الناس الكل انا قلت لك معناها ظاهرين الجمعيات اللي ماشيين للبلاي اوف ظاهرين فهمت ممكن ستاد سنة ما انت عندها اكثر من 90% باش تدخل للبلاي اوف ويلزمها تدخل للبلاي اوف خاطر عندها 3 سنين معناها تتعدى من كوتي خايب معناها فهمت يلزمها تدخل للبلاي اوف ان شاء الله نراوها سنة في البلاي اوف انا قلت لك معناها في البلاي اوف سنة باش تاكل بعضها اكثر من عام ناول نلعبوا في نيمبا وهزونا نلعبوا في بلاد بعيده معناها مش في وسط البلاد بلاد بعيده برشا معناها هبطنا بالطياره ومشينا الطياره عمار جيب معاه مقرونه بكلب البحر معناها وهي هبطنا خويا للماتش بيت انا وسي عمار ما لقاش كيفاش يسخنها نهار الماتش خاطر لازم ياكل المخرون ما لقاش كيفاش يسخن فيها فك الوحده اللي يسخنوا فيها الماء حط الوحده غادي وسخنها مخرونة فزدت وليت كلاها 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 وبدت يلعب درجين قبل الماتش يقول لنا الاولاد نحس في الدوخه زفر الاربيتر 6 دقائق و7 دقائق بيلانتي عمار يضرب طاف بيلانتي الاولى بيلانتي الثانيه كلينا 3 وخارجين
قالوا يا عمار فوزي، يا عمار تعرف ما قلت ليش؟ علاش ما قلتش فوزي ديخ ديخ مازال ياكلوا تيفسيني طيشوا فيه كلب بحر، قالوا تيفسيني طيشوا فيه ما ياكلوش تاكل فيه انت. مشينا نلعبوا في تطاوين، عاد فوزي حط تاج في الكرادا هز 22 جوار ونحن 18 سور بابي. عاد جا فوزي جا تاج لرضا الجدي، ذكرها تاج بالكدا، جا تاج لرضا الجدي قالوا سي رضا سي رضا عصفور انا، قالوا لي عايش ولدي حمامه. اسمها الحمرة برجلها، حمرة برجلها بالدم والروح حاربوا على جلها. حلوا لنا البيبان وردوا نضيفوا لكازا تريبوا لبريكات في